خبيره الاتيكات الاستاذه نادين جاد. هنتكلم مع نادين جاد عن كتابها الاتيكات ومهارات بناء العلاقات الاجتماعيه والدبلوماسيه الراقيه، وكمان هي على فكره بتنظم ورش لتعليم فنون الاتيكات للاطفال، واعتقد انه ما فيش الطف من كده. اهلا بيكي استاذه نادين. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. رانيا. اهلا، انا كويس أهلاً. الحمد لله. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. اولا انا سعيده جدا بتنظيم ورش للاطفال اللي حضرتك بتعمليها علشان تعلميهم مهارات الادب والاخلاق والذوق والاتيكات، ودي لوحدها الحقيقه مهمه كبيره جدا. لا ومش بس كده، والاتيكيت الحركي والمساحه الشخصيه وازاي طبعا. يمشوا وازاي يقعدوا وازاي يردوا وازاي يتصرفوا في اغلب المواقف وفي اغلب الاماكن كمان. جميل، ده شيء رائع. مهارات بناء العلاقات الاجتماعيه من وجهه نظر حضرتك، وازاي نقدر نعمل ده بشكل راقي؟ اغلب الناس بيحاولوا يجتهدوا، فساعات حسن النيه او التلقائيه بيحطهم في مشاكل، لكن لما بنحط لهم بنود وبنقول ان انت في المكان الفلاني الصح تتصرف بالطريقه الفلانيه، ده بيريحه وبيخليه عنده ثقه نفسيه وبيخلي العلاقه تدوم. يعني الاشخاص الاخرين بيحبوا التعامل معاه، فاحنا لازم نديله كده الاساسيات، المبادئ الاساسيه اللي يقدر على اساسها ان هو يتصرف ويبقى عارف ازاي هيتصرف في الموقف الفلاني ايا كان وبثقه في نفسه. علشان اقدر ابني علاقات اجتماعيه ناجحه، من وجهه نظرك تنصحينا بايه من خلال كتاب حضرتك؟ ان انا اخد فكره وان انا اقرا كويس واطلع، ولازم ابقى واثقه في نفسي في تصرفاتي وابقى عارفه ازاي التصرف الصح في المكان المظبوط. يعني انا حاولت في كتابي ان انا اتناول امور كتير زي الاماكن. كتير مننا بيروح سينما او مسرح او حتى جامع او كنيسه أو مكتبة أو مستشفى أو عيادة أو سوبر ماركت، كل دي حاجات مشاوير كل يوم إحنا بنعملها، بس ما بنعرفش نتصرف في بعض المواقف اللي بتقابلنا. فبطلب منهم إن يبقى في تريث وما أتصرفش بحسن نية، لا أنا أتصرف زي ما أحب إن أنا أتعامل أعامل. ومهم قوي إن يبقى في حدود للعلاقات. ونوعا ما ما أعمقش العلاقات غير بعد فترة من التعاطف، أنا اللي أقدر أحولها. يعني احاول نوعا ما في الاول اسطح العلاقات وافهم الناس اللي حواليا، وبعد كده انا اللي اخذ القرار سواء اعمق العلاقه او لا. اوكي.